Les contrôles de travaux de concession, c'est MCE. فهذا المشروع مهم كذلك جدا، راح يدعم الشبكة الكهربائية اللي هي الآن توفر أكثر من 800 ميجاوات في أدرار، موجود 800 ميجاوات كإنتاج في أدرار، لكن بتدعيم هذه المحطة راح نوصل 1000 ميجاوات في ولاية أدرار وكل المناطق المجاورة. راح تخلي كذلك الهدف من وراء هذا أكيد هو الدعم الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي وكذلك الاستهلاك الاقتصادي في المصانع، لإنجاز المصانع، لإنجاز الصناعة التحويلية للزراعة، لمواكبة التنمية المستدامة في هذه الولاية.